الدرس من ميثود باجانيني أول، صفحة 33، تمرين رقم 1 ورقم 2 حناخد. هلأ التمرين رقم 1 حناخد السطر الفوقاني بس، نترك السطر الثاني ما في داعي له، على سرعة 70 رح نعمله. كمان نفس الطريقة انه النوار المفتوح لوحده بناخده بنص قوس، اذا نوارين مع بعضهم بناخدهم بقوس كامل. في عنا مزورة سكات في الاول وعد مزورة اللي نفترض 1 2 3 4، مزورة سكات 1 2 3. خلص هذا التمرين، رح ناخذ التمرين اللي بعده. 1 2 3 4، مزورة سكات 1 2 3 4. شكرا لكم.